تحاولش ما تحاولش. ما حاولش مع مين يا ماما؟ لا لا. طب بصي بصي. شايفه الصوره ده؟ لا لا. جول! يس يس يس! العب يا معلم سنك حبيبتي. هو لسه الكلمه خلصت. طب ما نشوف هتعمل ايه. ماشي يلا. مش هتصدقوا دي يا ولاد. مش هتصدقوا. اخيرا اخيرا خدت ورقه الطلاق من بابا. ايه؟ طلقتي؟ مبسوط قوي؟ ما اتبسطتش ليه؟ لاول مره في حياتي حاسه اني حره. معقوله يا مامي؟ طلقتي؟ طب ليه؟ ليه دادي كان بيحبك؟ ليه؟ دادي كان بيحبني؟ دادي ما بيحبش غير نفسه بس. ده لو كان بيحبنا بصحيح ما كانش ده بقى حلنا. وانت بقى اللي بتحبينا قوي. ها انت الام المثاليه اللي لمت ولادها حواليها وهبت لهم نفسها. انت اللي قررت انك ما تعيشيش مع حد غيرنا صح؟ فرحت قوي بالطلاق يا ماما. فرحت عشان اتطلقتي ولا فرحانه بالجوازه الجديده؟ انا فاهمك كويس يا ماما، انا فاهمك كويس قوي. كلها كام يوم وهتيجي تقول لنا لؤي حبيبي شروات تاني انا هتجوز ام كفايات. انا بعمل كل ده علشانكم. صدقني يا ابني انا بعمل كل ده علشان مصلحتي. يا بابا انت بتكذبي يا ماما. انت مش ام ابدا. الام هي اللي تحافظ على مشاعر ولادها. حلوة النهاردة يا ماما. يفتك نيلة ويحزك يا واد. بقولك يا ماما. نعم. أنا عايز فلوس يا ماما. ما كانش نعذر يا ضنايا وباع جزر. لا يا ماما ما ينفعش كده. أنا عايز فلوس، عليا فلوس كتير ولازم أدفعها. منين؟ كان على عيني يا ابني. لو كان معايا والله كنت اديتك. لا يا ماما ما ينفعش يا ماما. شوفي حتة الدبلة عندك دهب أو أي حاجة قديمة يا ماما. الدبله اللي كانت حيلتي بعتها يوم ابوك ما اتضرب حته علقه هناك في القهوه وراح المستشفى. لا ما انا ما ينفعنيش الكلام ده يا اما، لازم اقب واختص ويبقى في ايدي فلوس. ولا اجيب لك منين يا ضنايا؟ انا ما حلتش اللاضه، حتى الجلابيه بقى لها سنه على جتتي ما غيرتهاش. هبيع اي حاجه من الشقه. هبيع ايه؟ ده الحرامي لو دخل هيسيب لنا بدلها يا اخويا فلوس. هبيع انبوبه يا اما، هبيع حصيره يا اما، هبيع نفسي يا اما. ولا اجيب لك منين؟ والله ما حلتي حاجه اهو اهو. يا ساتر يا رب عليك. ما بيصدقش ده ليه؟ أنا عارف يا أمّا أنت بتشيلي فلوسك فين. ولا قسماً عظماً لو مديت إيدك لقطعها لك. أقول لك على حاجة يا أمّا. والله العظيم يا نسر الشمشم على وشك. اسمع يا أمّا بس. ابعد يا واد من قدام. يا أمّا اسمع. خد خدك العرب. يلا وغور من قدام. غور ومش عايز أشوف وشك هنا خالص. خدت الفلوس اللي كنت شايلها للعيال يوم الزنقة. منك لله يا شيخ، منك لله. ركعهم لك يا أمّا والله. ولا مش عايزة منك حاجة. يلا فضلوه. يا أمّا والله في رقبتي يا أمّا هرجعهم لك. بقول لك قوم من قدام. قوم. كتك البلا فيك وفي أبوك كمان. اللي بس اللي عمل فيا كده يا ربي. ليه كده بس؟ سامعني كده؟ أنت فعلا طلقت ماما؟ ليه؟ يعني إيه يا ماما مش هتيجي تاني؟ اجيلك ازاي وانا ما معيش فلوس؟ يا بابا ماما ناوية تتجوز. تتجوز ماشي يا ماما. Have a nice time. مش عارف الدنيا بتعمل معايا كده ليه؟ الدنيا بتتربك فوق نافوخي. يا ابني ما انا قلت لك تعالى اشتغل معانا. لا يا ست انا مش عايز الشغل وبلاش ده. يعني صحفي تحت التمرين ما اخدش فلوس؟ ده راجعوا تحت اللحاف احسن. بقول لك يا عمده. كنت يعني محتاج قرشين. بص يا خالد انا عايز اقول لك حكمه تتعلمها للزمن يعني. لو ليك صاحب ومش عايز تخسره ما تسلفوش فلوس، وانا بصراحه مش عايز اخسرك. انت بتخوني يا صاحبي. اخونك يا خالد انت مجنون؟ انا بقالي شهر يا ابني مقشطني انت جايبني على الحديده وانا بصراحه فلوس على قد.
خالد انت عاوز كام؟ لا يا سهام ما باخدش فلوس من حرمه. حرمه؟ حرمه يا فاشل يا تافه يا امع، انت مش عارف ان الكلمه دي بتنرفزني؟ خد يا اخويا الفلوس وبلاش تعمل. قلت لك ما باخدش فلوس من الحرم. بقى كده؟ طيب انا غلطانه ان انا عرضت عليه، موت من الجوع. انت حمار وهي دي حرمه؟ ايوه صح. سهام انتبهت. ازيك يا ابو خالد؟ ازيك انت عامل ايه؟ كنت عايز افصل الموبايل ده وتشوفه لي بكام. ودي الشاحن بتاعه؟ ايوه الشاحن بتاعه. طب الضمان؟ للاسف فتره الضمان خلصت. طب انا هفصله لك بالامانه، بس انت عايز في كام؟ يعني المبلغ اللي انت هتقوله، المهم بس يعني تشوف لي عده اقل شويه ويكون فيها بلاتوس. انت عايز تدخل راس براس وتاخد الفرق؟ اه انا عايز اخد الراس. ما اتفتحش قبل كده؟ لا لا يا سيدي. ماشي يا عم. ايوه يا رب يا كريم. اهلا يا ماجد يا ابني. ازيك يا عم عامل ايه؟ تمام. هو اهم موجود؟ اصل بقالي ساعتين بكلمه على تليفونه وتليفونه مقفول مش عارف اوصل له، فقلت يعني يكون نايم ولا يعني قاعد وتليفونه قطع شحن. لا ده هو نزل يا ابني ونسي تليفونه على الشحن مقفول. نزل؟ طب ما تعرفش هو راح فين؟ اوصل له ازاي؟ اجيبه منين؟ يا ابني احنا هنتكلم على الباب كده، ما تخش، تعال خش خش. هروح فين يعني؟ زمانه جاي. خش. اتفضل يا ماجد اتفضل. خير يا ماجد يا ابني؟ في حاجه؟ لا لا يا عمي مفيش حاجة، أصل كان في حوار كده في الجامعة ومحتاج ألغي إيهاب عليه عشان يقول لي أعمل إيه. يا ابني أنا طول عمري بعتبرك زي إيهاب ابني، لو في أي حاجة محتاج أي حاجة اطلبها مني ما تتكسفش. لا لا أتكسف إيه، ربنا يخليك مستورة، بس كل اللي عايزه منك يا عم يعني إنك أول ما يجي إيهاب قول له يكلمني أو يفتح تليفونه، المهم أعرف أوصله. أنت محتاج فلوس ولا حاجة يا ابني؟ لا لا فلوس إيه، ربنا يخليك يا عمي، الحمد لله تمام مستورة مستورة، بس زي ما قلت لك. حاضر يا ابني، أول ما هيجي هخليه يكلمك على طول. كتر خيرك. استاذنك انا عم. اتفضل حبيبي. ماجد. ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ مالك؟ شكلك كده مش تمام. طيب يا حبيبي هسيب كوره مع بعض. ما تنساش تضيف ضيفك. حاضر طيب. في ايه؟ اسمع انا محتاجك، محتاجك قوي. ابويا كده متربى في حوار ممسوك في قضيه رشوه. ومعيش فلوس اجيب محامي ومعرفش حد ليه في الحوارات دي غيرك. انت عارف يا ماجد انا مش محامي دلوقتي، انت عارف انا مقدم على ايه ومستنيه. ايوه بس اقسم بالله ابويا ملوش في الليله دي خالص، ما انت عارف هو خنيق ظروفنا لكن ملوش في السرقه، ما هو باين علينا اهو يعني. وبعدين مين هيقف جنبي؟ طب اهدى بس، هو فين دلوقتي؟ في الاسم. حياة اخوك يا شيخ، حياة اخوك، اقف جنبي ما تسيبنيش انا تايه.